كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الحريق شحال نقول لك، الحريق كاين شي في حال بلادنا صراحة. مشيو تسارا وفاكاسيونيس وكذا، جات شي طرد الخبز تما تبارك الله، ما جات شي بالحق ضروري راه يكذب عليك كاذب. واخا تكون حاقد وما حاملش بزاف د الحاجات، راه حتى شي دولة ما سالمة، فهمتي؟ راه دول كبار وفي عندهم مشاكل ولكن هادشي اللي عطل الله، فهمتي؟ انا على خوينا كاملين شكون غيبقى انا؟ الناس اللي كافحوا شحال هادي وجراو على هاد الارض هادي، صافي حنايا خويا نمشيو فحالنا، صبروا زيدوا صبروا، الامور كتعدل بشويه بشويه، ما يمكنش نبدلوا كل شيء، حنا ما نقدروش نبدلوا، حنايا ما نقدروش نبدلوا، حنا يمكن واحد الوقت من مور انا يقدروا يحضروا على شي حاجه مزيونه. المهم حنايا شفنا شي حاجه مزيونه، المغرب ديال دابا هذا الوقت هذا راه مبدل، المغرب الثمانينات والتسعينات تبدل بزاف. ونطلبوا من الله، نطلبوا من الله بزاف د الحاجات يتعوضوا فحال الصحه والتعليم، ونطلبوا من الله، نطلبوا من الله يكون خير. وانا شحال نقول لك، انا الصراحه الله من بين الاحلام ديالي نمشي نشوف ديك الارض ونتعرف على ديك الناس. الصراحه الله نقولها لك، ماشي زعما كنت كنقول بيني وبين راسي، كنقول اذا عشت انا عشت انا حياتي كامله ما مشيت تساريس في اوروبا، شي حاجه باقي ما شي حاجه باقا ما. الحمد لله في 2004 كانت عندي اول دخله اوروبا، اسبانيا، مدريد، مالاغا، موران، برشلونه، وديك كوستا ديال سول، فهمتي؟ اوروبا مشيت شفت، ولكن انت هنا كتعرف شي حاجه تما راه صراحه الله ديك الناس ماشيين مستوى عالي في كل شيء، في الطيب تسخاف تما تكون فاكاسيوني تطيحها في الزنقه صافي بلا ما نقول لك. ولكن كاينه شي فحال بلادنا، والله كاينه شي فحال بلادنا، ندورو نجيو لهاد الارض سعيده، واخا بالمشاكل ديالها بهادي ديالها. انا الرساله ديالي اللي غنقول للشباب، اذا كان الانسان غيمشي على شي حاجه عامره، فهمتي؟ الله يسهل له، اما باش يتكرفص ويغامر في البحر وهادي راه علاش البحر كبير، فهمتي؟ كيبان بنادم كيبان له داكشي ساهل، راه ملي كتطلع في باطو كتركب فيه وكتكونوا بزاف بيكم بحر كبير، فهمتي؟ بحر باش تتحرك واحد 200 متر راه ما هي وما لونها، وموتور كيعيا، و14 كيلومتر ولا 15 كيلومتر في البحر ماشي هي في الارض، وديك الشيء راه ماشي ساهل. الموتور كيوقف البحر كطيح الظلمه صافي برد كذا هادي، فهمتي؟ يقدر يتحرك الريح، بنادم كيوقع ما وقع، انسان ما يغامرش، يغامر على شي حاجه عامره، فهمتي؟ اذا كان غيخسر فلوس وغيطين شي واحد يخسر فلوسه في شي حاجه غيريسكي فيها ما كانش.